النهارده في المعرض بتاعنا. المعرض ده احنا بقالنا 7 سنين شغالين. احنا كل الاول فكرته كانت بسيطه جدا، كنا مجموعه سيدات اصدقاء فريندز مع بعض، حاولنا نعمل زي ما يعني وسيله ندخل نزود بيها دخلنا. ده في الاول كانت وسيله بس لزياده الدخل. احنا بعد كده الموضوع كبر معانا، بقى حاجات تانيه كتير طبعا هنمشي فيها بتسلسل. بقينا نجمع ترابيزات ونعرض ونكون مجموعه، والجروب ده النهارده هنعرض هنا وهنعرض هنا وهنعرض هنا. الموضوع كبر معانا وبدانا نلاقي حالات محتاجه ان احنا يعني مش عايزه اقول نمدي لها ايدي المساعده، لكن هم محتاجين بس ان احنا نحطهم على الطريق. جيت هنا المعرض علشان انا كان عندي هوايه ان انا اعمل حلويات، لقيت نفسي عندي الموهبه ان انا اعمل حاجه زي كده، فقلت نرجع فكره الاسره المنتجه تاني، وكل واحده هيبقى عندها هوايه تقدر تنزل وتعمل شغل كويس من خلال اي موهبه، حلويات، اكل بيتي. كان عندي هوايه النحت اللي بحب اعمل كل حاجه بايدي، فحبيت ان انا اعمل شويه حاجات كده انزل اشجع بيها الصناعه المصريه. طبعا انت عارف ظروف البلد لازم كل واحد يعتمد على نفسه شويه، فبس جينا من الدراسه قلنا نعمل الحاجات يعني الهاند ميد، الحيوانات، الخشب، الكلام دوت. انا زي كل ست نفسها انها تبقى عامله اي مشروع تشارك بيه في بيتها في حياتها، ففكرت ان انا اعمل طبعا اللي هو الكروشيه والتريكو، لان دي حاجه انا بحبها من وانا صغيره، ولازم يبقى ليا برضو حاجه انا بحبها تبقى خاصه ليا بيا اعملها. بنشجع الناس انها تعمل زينا وتتنشط كده زينا وتبقى ليها مشروعها يعني. في الحقيقة يعني فايدنا كتير جدا، لأن احنا كلنا هنا كأسر منتجة بنستفيد منه، بنطلع حاجتنا للنور. عندي جروب على الفيسبوك بيكبر كل يوم، والمعرض كمان بيخلي الناس تعرفنا أكتر، بننزل حاجتنا، الناس بتعرفنا، بنعلن عنها، بنستفيد، دخلنا بيزيد. سمعت عن المعرض وجيت أشوف الحقيقة منتجات جميلة جدا، أسعارها معقولة مش غالية، ويعني وبتمنى ان الفكرة دي تتعمم في مناطق كتير، ما تبقاش هنا بس، يعني في زيها في الهرم برضو. بصراحة مجهود رائع، اكتر من رائع. انا من سكان الجيزة وجيت المعرض، الناس كانوا وصفوا لي عليه، وبصراحة جيت لقيت كل حاجة موجودة كويسة ومتوفرة، والناس عاملة شغل حلو قوي، وفي ناس كتير موجودة في المعرض، واحلى حاجة ان هو بيشمل كل حاجة، يعني ما فيهوش حاجة معينة موجودة او حاجة مش موجودة، لا بتخش تلاقي كل حاجة موجودة من A to Z زي ما الناس بتقول.